كده احنا لو بصينا هنلاقي ان احنا عملنا بالظبط الليست دي، وعملنا السيتنجز، وعملنا دي ما يفتح هنا هتظهر لي الراديو بوتونز، وهنا هيفتح لي الاكتيفيتي، بس ما كانش لسه ظهر التايتل اللي فوق دي. فتعالوا نعملها سريعا، حاجة بسيطة جدا. انا بس هكون محتاج ان انا ابعت لي الاكتيفيتي التانية الايه الانيمالز اوف الاي دي اللي احنا كنا مسمينه تحت. خلاص هاجي هنا هعمل indent dot put extra، برضو الكي ممكن نسميه action bar على اساس يعني ده الاكشن بار اللي هيظهر. وتاني حاجة كنا هنبعتها هي الفاليو اللي هي animals بس of ال ID. فكده انا بعت الداتا، هعمل ده بس كوبي عشان اما اخده من هناك. وهنيجي هنا عند الستوري اكتيفيتي، وخلاص انا جاي دلوقتي string، فهنا هعرف string وممكن اسميه ال returned مش عايز اكتب ايه returned title equal نفس الكلام بالظبط get intent dot get string extra، وهنا طالب مني الكي اللي هو كان action bar. خلاص دي كده انا كده رجعتها. ازاي بقى اعمل ست؟ يعني انا لما كنت بدوس كان بيفتح الحاجه بتاعتي بس بتفضل زي ما دي كيدز ستوريز. ازاي بقى اغير التايتل اللي في الاكشن بار ده؟ بستخدم ميثود صغيره جدا اسمها ست تايتل. فمجرد ما انا ادوس ست تايتل وابعت لها الريتيرن التايتل، كده المفروض انها تكون اتعملت. وهنشوف برضو لو واجهتنا اي مشكله ازاي نحلها مع بعض. خلاص هو هنا فتح تاني الاكتيفيتي، ولو دوس على تشيكن ليتل هنلاقي ان دي بقت تشيكن ليتل. وممكن ادوس على اي حاجة تانية، نفترض ده اجلي دوكلينج لو انا منطقة صح، يعني هنلاقيها ظهرت لي هنا. كان ناقص بس ان انا الديزاين بتاعي لما كنت هفتح هنا السيتنجز ويكليك على سمول او ميديوم او لارج كان هيغير التكست نفسه سمول او ميديوم او لارج. ولو خرجت من الابليكيشن ودخلت تاني هلاقي اخر حاجه كنت مختارها. فده كنا احنا عملناه عن طريق الداتا بريزيستنس اللي هو كان الشيرد بريفرنسز. فانا بس هقفل كل ده وهخش على السيتنجز اكتيفيتي. هنا بقى الكيس بتاعتي ما كنا عملناها في الفيديو اللي فات، ان هو لو داس على ال ID small فساعتها بنعمل هنا shared preferences dot editor عشان انا هسيف value، وممكن اسميه editor equal get shared preferences. هنسمي الفايل نيم مثلا text file، وخلاص عرفنا المود اللي احنا هنشتغل فيه هو مود private. هنا ناقص بس عشان انا هedit، فناقص هنا الميثود اللي هي dot edit. بعد كده الـ editor dot put انا دلوقتي عايز اسيف value integer عشان اقدر اغير الـ value نفسها بتاعت التكست. فهنا بيقول لي خلاص اديني الكي، هدي له الكي ممكن نسميه text size. والـ value فاحنا ممكن نخلي الـ value لو التكست small ممكن نخليه 16 مثلا. هو هنا لسه ما سيفش، فاحنا قلنا هنسيف عن طريق editor dot apply. كل ده مشروح في الفيديوهات اللي فاتت، فلو مش فاكره يا ريت تفتكره عشان مهم طبعا تكون عارف الحاجات دي بتتعمل ازاي. هنا خلاص انا هاخد بقى ده كوبي واعمل هنا بيست. بس كل اللي هغيره هنا ده مثلا تبقى editor 2، وده هنا editor 2. ممكن بدل ده كله اعمل ميثود اصلا يعني ببعت لها ال value دي وخلاص، يعني بدل ما انا اقعد اكرر الكلام ده كله. بس يعني خلينا نبص احنا عليهم واحدة واحدة كده. وهنا بدل editor دي هتبقى editor 3. طبعا هو بيدي error عشان احنا في نفس البلوك ده، فانت مينفعش تعرف حاجة من نفس الاسم مرتين. وال value دي هتبقى 42. كده انا عملت saving لل values. طب تعالوا نشوف انا فعلا عملت saving لل values ولا لأ. فانا هعمل هنا run، وهو هنا خلص. فهدوس مثلا على اي حاجة، نفترض ميديوم، فاختار ميديوم. لو اخترت لارج اي حاجة انا عايزها، يعني احنا خلينا دلوقتي في ميديوم. وهاجي هنا افتح الديفايس فايل اكسبلورر،
جوه داتا ونفتح داتا تاني بس احنا نلاقيها اهي. وبعد كده نبدأ ندور على اسم الباكج بتاعتي اللي هي كيدز ستوريز. ممكن نوسع ده شوية نوسع ده شوية ونبدأ ندور على الباكج اللي اسمها كيدز ستوريز. عندي اتنين فنتمنى ان هي تكون واحدة منهم يعني. تكست فايل اه بالظبط اهي تكست فايل. ولو جيت فتحته هلاقي ان هو مسيب هنا الفاليو 32 نفس اللي انا على اساس اللي كنت مختاره اللي هو فين في 100. طب خلاص كده كده الفايل ده عندي اقدر استخدمه في اي اكتيفيتي انا عايزها. فانا بس ناقص بقى ان انا اجيب الفاليو نفسها. فخلاص انا هروح هنا على ستوري اكتيفيتي اقفل ده شكرا جزيلا. وبعد ام هيعمل تكست فيو دوت سيت تكست انا بقى ناقص ان انا هبدا اغير الفاليو. فاحنا هنبدا نجيب بقى الحاجه بتاعتي. فانا لو جيت هنا شيرد بريفرنسز وسميتها بريفرنسز نفس الكلام بالظبط. هنديها الكي اللي هو اسم الفايل اللي هو كان تكست فايل. طبعا مش حلو ان انا كتبتها بايدي دلوقتي يعني. وبعدها المود اللي هو كان مود برايفت وهنا سيمي كولون. هنا بقى بريفرنسز دوت جيت انتجر. ايه بقى الانتجر؟ كان الكي بتاعه انا مش فاكره فاحنا نروح نجيبه من هنا. كان تكست سايز اعمل له كوبي ونعمل له بيست وهو طالب مني الديفولت فاليو. فاحنا ممكن نخلي الديفولت فاليو اي رقم احنا عايزينه. ولا نفترض حاجة زي مثلا 20 مثلا كأن ده حاجة يعني وسط ما بين كل الحاجات دي كلها. وطبعا جيت انتجر بترجع انتجر. فانا محتاج ان انا اعمل سيف هنا ادي انت ال returned size equal وهي هسيف فيه الحاجات دي كلها. ماشي حلو جدا. هنا بقى خلاص هو هيسيت التكست بتاعه. فهنا بس التكست فيو دوت سيت تكست سايز وهبعت له الرقم اللي رجع لي اللي هو returned size. ويبقى انا كده المفروض خلصت اخر خطوة. فهاجي هنا هعمل رن تاني ونشوف هتشتغل معانا ولا لا. طب تعالوا نبتديها واحدة واحدة. لو انا اخترت هنا سمول وجيت هرجع هنا افتح مثلا اي ستوري افترض شكل ليتل هنلاقي هنا التكست غالبا برضو سمول لسه يعني اكيد احنا مش عارفين سمول بالظبط عامل ازاي. فاحنا ممكن نختار حاجة كبيرة على طول لارج بحيث ان احنا نشوف الفرق بتاعنا. ندوس على ugly duckling هنلاقي ان فعلا التكست كبير جدا. ولو جيت هنا خلاص هخرج بقى من ايه من الابليكيشن كله وهرجع افتحه تاني. كان اسمه kids stories. هنلاقي هنا ان انا لو فتحت اي حاجة تانية نفترض ده old horse هنلاقي ان هو برضو التكست هنا ايه كبير. وخلاص دي كانت اخر حاجة في الميشن بتاعتنا.